بكل مقطع ابدا بلعبه جراند اونلاين لكم ان هذا المقطع راح يكون حماسي وفي اكشن وما ادري ايش، ولكن هاي المره اوعدكم انه هذا المقطع اكشن وحماسي واكثر من هيك بكثير يا حبيبي. يا جماعه انا ترى اسحب على اللعبه يوم علشان يصير في احداث كثيره، ولما يصير في احداث كثيره اندم لانه ما عاد اعرف ايش اتكلم عندكم، يعني عندي اشياء جدا كثير. تعالوا بس خليني اجلس هنا اشرح لكم ايش صار يا جماعه، والله في اشياء جدا كثير ضفوها واشياء. خلي بس اجلس يا شباب اتكي هنا على السريع يعني بشرح لكم، والله ما راح اطول ما راح اخذ وقتكم الا دقيقه بالكثير. يعني شوف اول شيء يا جماعه نحن معنا هنا طاوله تمام. طبعا انا اول ما رسمت بالجيم رسمت وين؟ رسمت بالغواصه تبعي، والله مكان رسباون خرافي. بعد شوي بنروح بنشوفه، يعني لان اليوم راح نكمل بمهمات السرقه عشان نروح نسرق الجزيره. لازم نسوي مهمات جدا كثيره ولا تعد ولا تحصى، يعني هذا مو موضوعنا اليوم. موضوع اليوم عده اشياء. طبعا اول شيء يا جماعه بالنسبه للسياره الجديده للاسبوع، ما اعرف اذا في سياره اسبوع جديده الان راح ننزل بنشوف. هذا الموضوع خلصنا منه. في شيء ثاني يا جماعه، اخيرا وليس اخرا شركه روكستار قررت توزع لنا السيارات المجانيه اللي كانت مكافاتنا بالنسبه لسرقه الكازينو وجمعنا 1 تريليون وما ادري ايش. خليني حاليا اقوم من الكرسي هذا لانه ما عاد بدي افتح شيء. قوم يا حبيبي لزق بالكرسي هذا، عجبته؟ لا شوف شوف عجبته العاده. صح شباب ايش رايكم ساعتي حاليا اللي بيدي؟ ترى دفعت عليها تقريبا 40,000 بالغلط بدون ما ادري. فتعال اوريكم، مستعدين تشوفون معانا السياره اللي روكستار عطونا هي يا جماعه؟ صراحه انا عجبتني كثير، والله عجبتني جدا كثير. بسم الله بركه الله. الله يا جماعه سعرها 900,000 والله مثل ماريو، مثل سيارات ماريو الصراحه. اسمها هي جزء من سرقه الكايو بيريكو. اوكي والله كويسه شباب، والله كويسه. تختار اللون اللي بدك اياه. الله يا حبيبي بختارها باللون الاخضر صراحه، ما عندي سيارات باللون الاخضر. يا الله كم متحمس. صح السبيد تبعها معفن بس هي ما تهم سبيد، شكلها بشتريها بجيبها بعدين نتكلم شباب، بعدين نتكلم، مو لازم نتكلم حاليا. خليها تروح على البيت تبعنا شباب. تم 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 واخيرا واخيرا يا جماعه اشتريناها، راحت على البيت تبعنا المفروض. يعني يمديني اطلب منها واحده ثانيه ولا لا؟ هيك احتياطي يا شباب بنشوف. هي طبعا سعرها 900,000، ايش بتصير اذا جبت منها لون احمر هي المره؟ والله ما ادري اذا بتصير يا شباب. راح جبتها كمان مره، او ماي جاد. المهم يعني هذا الموضوع كمان خلص من دقيقه. والله تعبت انا يا شباب بالحقيقه تعبت، حاسه في صار لي سنه جالس اتكلم. اشرب هي اشرب بس خلينا بس. والله العظيم يا جماعه دقيقه، لسه في موضوع انا حابب اتكلم فيه معاكم. هذا الموضوع يا جماعه في كثير ناس حساسه جدا ما شاء الله وسبحان الله، يعني حساسه جدا. الموضوع هو بالنسبه للغواصه. طبعا انا حطيت علم فرنسا على الغواصه، فشوف انا بشرح لكم شيء يا جماعه الخير. اتمنى انه نخلي المواضيع الدينيه وهي الامور كل خارج المقاطع، هي مال امنا صرافيه. وبالاخص انه اصلا انتم فاهمين كل القصه غلط، اللي مو ساكن بفرنسا يا شباب ما راح يعرف الموضوع ابدا. فاشاعات طلعت بشكل كبير بالفتره الاخيره، يعني اتمنى منكم لا تصدقون كل شيء بتسمعونه. يعني اصلا اذا مو ساكنين هنا مستحيل تفهمون الموضوع، فصعب جدا. انا اخترت علم فرنسا لانه يا جماعه اتوقع كان كل واحد اختار علم بلده، اتوقع يعني. بس ما عندي تعليق ثاني صراحه، ما عندي تعليق ثاني. ما ادري اذا فيني اغيرها، والله لعيونكم يا شباب بغيرها، انا ما عندي مشكله، انتم راضيين انا ما ارضى معاكم كمان. تعال بغيرها، اديني اغيرها صح؟ خمسة والله لا ادفع 25,000. ايش نحط لكم يا شباب علم؟ نحط لكم علم ايش؟ نحط علم، نحط علم اسرائيل. لا لا تخيل تخيل احط علم لا لا تكونوا خلصت نفسك من مشكله دخلت بحدي اكبر يا حبيبي. الو شباب انا بحط علم برتغال اتوقع، بما اني بحب الدون كثير يعني، فخلاص بنحط علم برتغال. راضين هيك ان شاء الله مبسوطين يا شباب، اتمنى منكم تكونوا مبسوطين يعني حاليا معنا. ما راح احط علم تركي لاني ما احب تركي اصلا، لا احد يسالني. فليتس جو خلاص بشتريها ب 25,000 ابلع. ها 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 ها, ها. تم تغيير العلم. انبسطتوا حاليا ولا لا؟ اهم شيء انبسطتوا يعني. وصلت سياره، في سياره وصلت، بروح بشوفهم بعد شوي. سياره اسبوع جديده ليه ما لا يا حبيبي؟ تعال ندخل ونشوف معانا. هل يا ترى في سياره اسبوع جديده ولا نصبوا علينا كمان هالاسبوع وخلوا لنا السياره اللي كان اسمها اوزيريس؟ انا ما راح ازعل على الحالتين. ها 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 هي نفسها صح؟ اي والله هي نفسها الاوزيريس ولا اي والله نفسها. اوكي اوكي كويس كويس. بيخلوها اسبوع كمان اتوقع على هي السياره. كويس ما شالوها شباب، والله العظيم نفسي بهي السياره. اخ شكرا لك يا ربي، انا مبسوط انه ما شالوها. تعالوا تعالوا نلف عجله الحظ وبسمع بنصيحتكم الان. ابشروا ابشروا شباب ابشروا. طبعا يا جماعه انا اقرا تعليقاتكم كلها يعني، وخاصه على الانستغرام، رابط الانستغرام بالوصف اللي حاب يعني كل يوم ستوري جديد بالليل يعني. فانا اقراها جدا، وكثير ناس تكتب لي ليش ما تشغل مقطعك القديم اللي كاسب منه سياره الحظ وتحاول تعد نفس العد وتحاول تشغل عجله الحظ وتشوف اذا بتكسبها. والله انكم مبدعين يا اخي، ما ادري شلون منهم مبدعين يا اخي. بشغل مقطع شباب نفس الوقت غير بروح لهنا. يلا جاهزين شباب؟ دقيقه شوي لازم اروح عليها. بضغط انتر بعدين بيحطني عليها، بعدين بضغط انتر. اوكي يلا يلا 4 3 2 1. انا هيك عديت والله العظيم، هيك عديت يا شباب والله العظيم هيك عديت. بسرعة السيارة، سير وقف وقف على السيارة، وقف على السيارة، ارجوك ارجوك على السيارة. اوه والله معاكم حق يا شباب، ليتس جو السيارة. شباب والله مستحيل بالله عليكم هيك حصلنا السيارة.
بالله عليكم يا شباب، او ماي جاد مستحيل، والله مستحيل، او ماي جاد، بحاول ابدلها بهي، والله العظيم مستحيل يا شباب. دقيقة دقيقة، يعني نفعت الحركة هاي، نفعت الحركة هاي شباب، سويت مثل ما قلتوا لي حاليا. والله قلت شنو صراحة شباب، اي واحد بده يكسب السيارة يسوي مثلي، حط على مقطع اللي كسبت فيه افخم سيارة باللعبة اللي كان سعرها 3 مليون، خلاص كل سيارة اسبوع عندي شباب، عندي ولا يهمكم، خلاص كل سيارة اسبوع عندي، ابشر ابشر. المشكلة شوف يا شباب، انا فرحان جدا اني كسبتها، اوكي امس كان خميس، هاي السيارة يعني بالايام الثانية شو راح اسوي انا بايام الثانية؟ شو راح اسوي بالعشرة الحظ؟ يلا بنتدرب الايام الثانية عشرة الحظ، بنتدرب معنا شباب. شوف انا هذا الشيء ما يضر اني اجرب حظي اخر مرة، شوف معي 68,000 والله برفعهم بس لل 100,000، عندي اجارات جدا غالية صار يعني ياخذوا مني اجار البنت هاوس كل مرة، فلوس عليك جدا اموال طائل، لازم بس ارفعهم 100,000 وبخليهم، ما بلعب اكثر، بس 100,000 يا رب اكسب بس مرة. انت كمان خلي شوف انا مزاجي جدا رايح حاليا، فاتمنى منك تدعميني حاليا بزر اللايك يعني امزح، طيب يلا 10 10 كفو يلا ارفعين لي مزاجنا خليني اربح كمان بالله عليك 10 10 10 ممتاز 19 لا لا يا ربي لا لا يا ربي لا يا رب يطلع لي كل شيء ال10 يا رب كل شيء ال10 و9 8 يا الله يا الله اصلا عادي والله ما فيني ازعل والله ما يمديني ازعل شباب كم فلوسي يا الله فلوسي من ضاع والله لا ازعل يلا ما علينا ما علينا شباب ما علينا الان بروح وبوريكم على هي السياره اللي كسبناها صراحه بغير لونها 100% ما عندي فلوس غير لونها بخلي لونها شباب والله لونها اسطوره صراحه لونها حلو ما بيشكي من شيء عشان هيك دائما احب والله يا جماعه دائما احب اترك يوم وانزل جراند اترك يوم وانزل جراند بهذا اليوم انزل اي لعبه ثانيه منه بصير في تنويع بالقناه ومنه انا بجيب لكم حركات اكشن واكثر مثل هذا المقطع هذا المقطع ما يشبه المقطع اللي فات مثلا مو مثله اكشن يعني تحسون المقطع فيه يعني وصلت فكرة شكرا شكرا شباب شكرا جاهزين يا شباب جاهزين ممكالو افرك يدك يا ممكالو ادخلوا ادخل على الكراج يا رب يا شباب يا رب والله العظيم يا جماعة نظر يمين ولا نظر يسار حبيبي شوف كم شوف الطمع شوف والله اني طمع طلبت شباب اربع واحد من هذول اربع سيارات من هذول طبعا بشيلهم يا الله يا حبيبي يا الله اوه ديم هاي هي وهي هي هاي صغيرة كثير ما توقعت هالصغرى يكون دقيقة انا طلبت لون اخضر وين راح اللون الاخضر هاي هي اللون الاخضر اما هذا هو اللون الاخضر يخرب بيتكم على النصب هذا اخضر غامق والله الوردي طلع احلى ترى الشباب شلت سيارة الارمورد منها ما ادري وين اخذوها صراحة شلتها منها صحيح وين اخذوها بعدين بروح باخذ لفة بهي دقيقة شوي ايش ما اوزيريس اسمها وربي يا جماعة ما شفت اسمها والله العظيم وكنت عارف ان اسمها اوزيريس لانه كنت اصرخها كثير يا اخي والله العظيم يا اخي تقريبا شوف كم سعرها وهي السيارة جديدة طالعة كمان شباب ما صارت هي اغلى سياره ما عندي اغلى سياره البينيفاكتور هي اغلى سياره شباب بينيفاكتور بي ار 8 صار في اغلى منها هي هي السياره الاغلى منها اسمها بي ار 4 عسى نغيروا لك اسمي صارت من بي ار الى بي ار يا حبيبي سيارتي اغلى اصلا هي هي بيجاسي اوزيريس 1,950,000 والله كويس والله سعرها كويس يلا بنروح الان بحاول اغير لونها وبرجع باخذ لفه بالسيارات اللي كسبناها هنا اوكي 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 الزمر فيها طبيعي اوكي ما فيها تيربو ما فيها اي شيء سياره نظاميه ولكن السرعه يعني ممتازه السرعه تعتبر انا اصلا ما معي فلوس ليش جاي لهنا انا بغير بعدل السياره بعدين يا شباب والله بعدلها بعدين انا بس باخذها لف الان بشوف من الداخل ودخلها كلاسيكي يعني بس يعني مشي الوضع يمشي الوضع ايزي ايزي اهم شيء السياره تكون سريعه عندي ما يهم ابدا اي شيء يا سلام يا سلام وربي يا سلام ادخل فيها يا ممكن ادخل اخذنا لفه حلوه بالسياره صراحه السياره جدا عجيبه وحلوه وراح اخليها سيارتي الحاليه اللي اتنقل فيها عشان اختبرها اكثر واكثر طيب ممتاز هاي حاليا كراج عندي يمتلي باخذ لون الوردي صراحه اللون الوردي عجبني والله صغيره شو هاي سعرها 900,000 والله اللي ما ياخذها راحت عليه 900,000 تخيل الله شو هاي الموتير شوف الموتير اللي وراها واو يا حبيبي شوف الزمر تبع والله خرافي دقيقة الله يا حبيبي شوف منظور الاولي والله السيارة كيوت صراحة والله العظيم شباب السيارة كيوت كثير يا اخي ليش الناس ما حبتها انا حسيت بعض الناس ما حبت السيارة كنت اقرا على تويتر ناس يكتبون انهم متحطمين من السيارة اللي معطينها للاعبين يعني بس ليش بالعكس والله السيارة خرافية وكمان الله الناس الله يعطيهم العافية صراحة ما بتكلم على الانستغرام يجون يعطوني الصورة هي ويقولوا لي هي سيارة الاسبوع بالله عليكم يا شباب لا حد يحرق علي امانة يا جماعة يعني انا احب اقرا تعليقاتكم لا حد يرسل لي صور هيك هي كنت شايفها من قبل صراحة هي يعني عشان هيك ما كانت ردة فعلي كثير خرافية لما شفتها بس كتجربة طبعا جدا ممتعة بس ما انا لا حد يحرق علي رجاء يا شباب اذا نزلت سيارة اسبوع جديد او شيء انتم كمان لا تشوفونها بس شوفونها عندي بالقناة يعني عشان تستمتعون اكثر انا دائما ردود افعالي تكون حلوة يعني ما بعرف الان اللي حسويه اني راح انقل هاي السيارات من هنا بحطهم بالاركيد كلهم يلا ليتس جو الاركيد عندنا مجال جدا كبير شلون انقلها من الاركيد فورا صحيح يا شباب في طريقة انقلهم فيها ولا لا بروح فيها الاركيد الان وبحاول اجيب كل السيارات الباقية الى الاركيد معنا
والله ما يحتاج كل هدول. شوف عندي 3 اس هنا. والله يا جماعه يعني شوف انا كنت جدا سعيد صراحه الى هي اللحظه قبل شوي عندما ادركت انه ممكالو سوى اكبر خطا بكل التاريخ الان، وانه ممكالو صراحه يعني جحش رسمي يا جماعه. والله صار انا ايش سويت؟ اوه ماي جاد، الان لو تعرفون يا جماعه راح تزعلون معي والله يا جماعه. وانا من كثر الطمع اللي فيني يلعن ام الطمع ليش سويتها؟ انا قلت بس راح اجيب اكثر من لون عشان اشوف اي افضل لون واخلص منهم كلهم، واصلا سويتها خلصت من كل الاشياء، ما باقي بس غير لون. اوه ماي جاد مخباني. لما كنت اسوي شباب شراء، شوف لما تسوي هيك وتروح على هنا، والله ما بدي اضغطها ما بضغطها. اوه ماي جاد بعد لما سويتها كان لي الكراج فل، فانا لما كان الكراج فل حاولت ابدلها بسياره عشوائيا. السياره العشوائيه تعرفون ايش كانت السياره العشوائيه يا جماعه؟ كانت السيارة المدرعة، السيارة المدرعة اللي كسبتها مجانا لهي السيارة، مدرعة وبتطلق نار كمان، وكان شكلها خرافي، السيارة هي راحت للأبد يا جماعة، راحت للأبد هنا. حركة غبية كثير من اللعبة، كثير ناس صارت معاهم وأنا وقعت ضحية للأسف اليوم بنفس الشيء، أنتوا تخيلوا معي إذا كنت رايح ماخذها وبدلتها بالدراجة الطائرة، أنا وقتها كنت انتحرت حرفياً. معنا خلينا نركب الآن وخلينا نرجع شوية التفاؤل معنا يا جماعة، الآن أنا بروح على الغواصة معنا. المشكلة الغواصة هاي وين تطلع الغواصة شباب بيني وبينكم؟ يعني ما اعرف وين تطلع. وينك يا غواصة وينك؟ اوكي والله كل شيء تعقيد. روك ستار الو، لازم تروح هنا سيرفيسز بعدين تحط هنا يا شباب، بعدين تحط هنا ومفروض تطلع لي من هنا حاليا. تعالي طلبتها يا شباب طلبتها، وين ممكن تجي؟ يور كاتاسكا هاز وينها؟ او نزلت هنا. اوكي هلا والله ولك هلا هلا. اوكي وصلنا حاليا الى الغواصه تبعنا. يلا يا جماعه تعالوا ندخل حاليا للداخل ونشوف شو المهمات اللي طلبها مني عشان اسويها، لانه بنبدا شوي نجهز الى عمليه سرقه الجزيره. انا اسويها باحترافيه تامه يعني، لانه راح اسويها السولو، فراح تكون راح يكون شيء جدا ممتع صراحه، يكون شيء جدا ممتع. يلا يا جماعه يلا بسم الله على بركه الله. خلينا من الحماس يا حبيبي نشوف شو المهمات المطلوبه، شو الاشياء المطلوبه منا. هي وين هي؟ هي برا المكان بالكامل ولا هنا؟ بطلع لبرا بشوف دقيقة. اتوقع هي برا مو هنا. اي والله برا. اوكي كويس. يطلب لي حاليا شيء؟ ايوه شوف طلب لي هي. لازم اروح. يا سلام. هي تجي مجانية بس عشان توصل نفسك فيها يعني، عرفت شو؟ يا سلام. والله الامواج عالية هاي يا جماعة، جالس اعاني عشان اوصل للمكان، شوف كل شوي تطير. طلع لي فوق كمان. كانت تكون حلوه اذا طلع لي فوق. كويس يلا كويس. هي ايش هاي؟ ليش ماسك انا؟ ليش معي قناع انا هيك تنفس؟ وين هالمكان صاير؟ اوف ما بعده. وانا احسب نفسي وصلت. نطني بطياره. لا تقلي بنروح على الجزيره فورا. دقيقه يا شباب بنروح على الجزيره فورا يمكن. اوف لمين هالطياره ليه؟ هو رايحين على الحفلة. اي والله رايحين على الجزيرة اتوقع. اي لك رايحين على الحفلة حاليا. انا ما ادري ليش لابس القناع ما ادري شو القناع غاز ليش لابسه انا؟ انا باخذ صورة؟ يريدني اخذ صورة شباب. ابلع هاي صور 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 صور. يا سلام كمل. انا شردت ما ادري وين رحت يا شباب، شردت بالموضوع. الان حلقنا وعلى الاغلب رايحين الى الجزيرة. انا مو متأكد حاليا. شوف الاحتفالات شوف الحفلات يا حبيبي داخل الطيارة. رقص وعصير اناناس وكل الامور تمام. الله شوف الاغبياء شوف. انا بس بدي اشوف شكل الجزيرة كيف شكلها يا اخي بالله عليكم. وصلنا، هي هي الجزيرة يا جماعة، واخيرا شفت شكلها. هي هي طبعا ما فيك تزورها بهذيك الخريطة يعني، لازم نجي لهنا بالمهمات نزورها فقط. يا حرام. هو غيرت كنزتي انا صرت كي ام. اي ليك موقع يا شباب بيلكم حاليا روحوا استمتعوا كل شيء، بس لا تنسون انتم في ارضي حاليا وهي قوانيني انا. مين محسب نفسك؟ والله ننهبك نهب والله. اوكي هذول هن بروح باخذها. يا اخي اصوات الجزيره هنا ما احلاها يا اخي، والله حلوه. وين بروح؟ شباب طيبه. هلا وين بروح؟ يلا بروح بس انت تصرخ علينا، مو لان جزيرتك تصرخ علينا. هاي هي المكان الجزيره هنا. صغيره ما توقعتها. صغيره شوي. الان برقص عسى في كيف في رقص؟ كيف في رقص شباب جاهزين؟ يلا. ما ادري شو المطلوب اني اسوي الى الان، ما اعرف صراحه، ولكن في عندنا هنا اشياء مراقبه اتوقع. لاحظوا بالخريطه تحت يا جماعه. انا الان انتهيت من الحفله يعني، فقال لي اذا انتهيت حاليا روح على المكان اللي انا قايل لك عليه. وين هو المكان؟ اوكي صاير هنا تقريبا لقدام. بروح شباب بروح بشوف شو الموضوع، لانه انا تعرفون انا ماني هنا عشان ارخص يعني بالنهايه، انا هنا عشان امور ثانيه، انا هنا عشان انهب المكان بالكامل يعني. اي والله يقول لك اطلع بدون ما احد يحس عليك، والله كاتبها هو كمان. اوف ما في نطلع من فوق، مغطى الطريق. شلون اطلع شباب؟ حتى ركض ما يخليني اركض. امشي شباب رخص بالغلط ما يمديني الغي. او ماي جاد الحمد لله. طالب مني حاليا اراقب المكان. او ماي جاد اللي بالنسبه لك الحفله انتهت الان، ها خليك امور جديد صارت. اوف شوفوا حاليا
لازم اوصل الى هذا المكان. او ماي جاد يا حبيبي، يو ار كيدينج مي مان، شلون اوصل بدون ما احد يحس علي؟ مهمه جدا صعبه راح تكون. هذا الباب يفتح ولا لا؟ والله يفتح الباب. امكال الاسطوره لما يمشي يا حبيبي يهز الارض ويمشي وما حد يحس عليه. انا بروح شباب من طريق سيف، بدخل من الادغال بوصل وين ما بدك حبيبي، بس خليني ادخل مكان سيف وما يكون في حراس. نقطع الجبال، نمشي نمشي واثقون واثقون، نمشي نمشي في الادغال. او ماي جاد، بقطع كل هالجبل الان لسه. واو يلا باقي امامي بس اقطع هالجبل وخالصين. بيو بيو اركض اركض اخوي عمر اركض. هي ايش هي؟ في قفص هنا شباب. قفص ايش هذا؟ اما شباب ليش القفص هنا؟ وات ذا هيل، يحطون ناس فيها من هنا يعذبون الناس. هايلكم والله يستاهلون السرقه هالجزيره والله العظيم. صاحب هالجزيره يا جماعه شخص جدا مغرور وسطحي بشكل مو طبيعي. اوه على القصر تبعه يا جماعه، وصلنا على القصر تبعه، قصر الروبيوس. اوه والله تكلمت، شوف كم شوف كم كاميرا طلعت لي امامه، 1000 كاميرا فيه. كيف ادخل هناك طيب؟ اوكي يو والله لازم نجيب ملفات من هنا يا جماعه. اوكي اوكي اللي راح نستعمل كاميراتهم عشان ندخل بطريقه سريه، ما راح ندخل من هنا، راح نكون اذكياء اكثر. راح انتظر حاليا عشان يخبرني وين المكان لازم ادخل منه. اما لا تستهبل على مخي، مشيت كل هالمسافة. لا أرجوك لا أرجوك لا أرجوك لا أرجوك أرجوك، المشكلة راح مشي أرجوك. يا جماعة خبرني أنا لازم أروح أرجع لهنا، شوف أنا صار لي ساعة أمشي لازم أرجع لهنا عشان أهكر أشوف الكاميرات وأشوف وين الملفات وأرجع أدخل. متت، مستحيل والله متعب المشوار جدا. أعطني السيارة وربي اللي أروح بالسيارة، إذا لقيت سيارة والله اللي أروح بالسيارة. هذاك هو هذاك هو، شوف هذاك هو صار يحط لي إنه لازم أروح على هناك. والله آخذ السيارة. أركب ما يركب ما يركب. افتح يا شيخ افتح. رجع هذاك، رجع شباب. اطلع اطلع يا ممكالو، اطلع اطلع نطلع. والله متحمس يجي يوم السرقه، انا بخبزهم خبز على هيك ايزي يا حبيبي. السرقه راح تكون. واسمع صوت طن طن. هي 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 البوكس، هي هو هاك. يلا هكر، ما يهكر شباب. ليش شباب ما يهكر؟ اضغط ايه ما يهكر، في جلتش صار شباب. اضغط ايه، اقسم بالله عليك لا تقول لي خربت. يو اضغط ايه ما يصير. ليش ايه ايه ليش؟ طيب ليش ما يمديني؟ بنزل خلاص بنزل، بخليه يكشفني وبشوف وين بيرسمني وبرجع للمكان، ما عندي حل ثاني يعني، ما ادري شو اللي حصل عندي انا والله العظيم. بكون واقف هنا شباب، تعال نشوف اذا كنت واقف هنا ترى تحس علي ولا لا. هذا مو ها شوف راجعين على التشيك بوينت. يلا اح يخرب بيتك والله لو وريت راجعين. لا تقول على الحفله، لا تقول على الحفله. طب انت بس خليني امشي، خليني اركض، خليني اتنفس، خليني اعمل شيء. ليش مخليني بهالبطء ارجوك؟ انا المشكله بتعرفوا السيء بالموضوع وين؟ انك عارف 100% 100% عارف انه الهاك خربان، خلص خربت المهمه كلها، خربان خربان، لو رحت لهناك ما راح يصير، خلص هو خربان اصلا. ركبني سيارات طيب، حتى سيارات ما يركبني، هو قال لي قبل شوي بدك تاخذ سيارات، شلون هلا ما يخليني؟ والله العظيم قال لي شباب بدك تاخذ سيارات، هو كبسه الاف وليه ما ينضغط عندي اصلا، ليش طيب؟ هي مين اللي شافني؟ شباب سؤال، انا كلاعب حاليا طب انا ايش عرفني اذا هي جزء من الخطه ولا هي خطا من اللعبه؟ طلع في خطا من اللعبه، المفروض اصلا تقدر تركض تاخذ اي سياره تسرع، وصار لي ساعه جالس امشي والله العيار. ادخل المهمه ثاني شباب، برجع بعيدها بدخل مكان ثاني. رجعنا حاليا، شوف مكان السرير، شوف ما احلى السرير يا شباب، شوف احلى السرير والله خرافي السرير. شوف تخيل برجع بروح بشاهد كل المشاهد حاليا شباب من جديد. او ماي جاد يا الله، ارجع تابع ديف وكين ماتوسك ومدري شو على ال... انا من هنا بدات تعلق معي، ما كان يديني اركض. ها اذا نفس الشيء معناها نفس الشيء. ارجوك صار لي ساعه. شوف صار يركض، صار صارت اسلحتي معي، صار كل شيء تمام. سهبل على مخي كنت. او ماي جاد شباب كان يستهبل. ومديني اخذ سياره كمان. والله اني حمار، والله اني حمار، من ساعه معذب نفسي. اوه ممتازه هاي، هاي ممتازه شباب، ليتس جو يا حبيبي، والله هي ممتازه، هي راح تساعدني كثير شباب. ها واخيرا والله مو مصدق اني وصلت هنا من جديد يا جماعه. لو تعرفون او ماي جاد المشاهد السينمائيه ما كانت تخلص، عدتها من البدايه. تخيلوا 50 دقيقه كان يتكلم البني ادم معانا. هلا انا اسوي هاك واخيرا ليتس جو، هاي هاك يا حبيبي. والله كويس الحمد لله. ليتس جو يلا ليتس جو شباب ليتس جو نكمل. اوكي شو اسوي الان؟ صفر. اوه ايزي، لا هي مو خمسه. كيف كيف اعدلها شباب؟ كيف فهمت؟ خمسة لازم يكون واحد اثنين خمسة متر، خمسة فوق، خمسة فوق. اصبر 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 خليني اتحرك. الخمسة فوق هاي هنا. ليش التحكم بيض طيب؟ انا ما اعرف شو اسوي. سويتها يقول لك سويتها، سويتها شباب، شلون سويتها؟
ما فهمت ولا شيء، ضغط انتر بس والله ما فهمت شيء. اي سويتها باحترافيه ها شباب، ما انتم متعب. شوف حتى يمديني انزل السلم بسرعه اتوقع. اي كانت معلقه كمان، تخيل حتى السلم كمان ما كان يمديني انزل بسرعه. ابلع ابعد انت ويا ابعد. هاي لك هكر الان، يلا ها بنشوف، ندخل الكاميرات الان. اوكي يا حبيبي اوكي. هو عندهم نمر، عندهم كلب جوا، ما ادري شو هذا. اوه عندهم كلاب جوا، لازم انتبه والله. شوف 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 جاسي بهدله، جاهز يبهدل الشباب. بيدخلوا بيدخلوا لعند الكلاب. اوه ماي جاد دخلوا لعند الكلب. اوه اوه لا شوف الحيوان. مات هذا، مات شباب. اتوقع هي جوا مكان معين، مو مستحيل تكون برا الكاميرا. ما اتوقع هنا كمان، مستحيل تكون هنا. الملفات اعرف وينها، انا اعرف وينها. هنا هنا اوه هي هي الملفات ها، شفتوا شباب؟ بينجو يا حبيبي. اوكي شباب الصندوق ممتاز، بس بدنا كلمه سر ولازم نعرف كيف ندخل، لان كاش كمان فلوس موجوده هنا شباب. الفلوس هنا، الفلوس اللي مديني اخذها. الله يا حبيبي، في عندنا شيء على اليسار ولا هنا؟ اللوحه كمان معنا كمان هاي. اوه المكتب هنا، يدخل له المصعد. شوف المصعد يشبه المدخنه. ايوه يدخل على الخزنه تحت منها. يخبرني الان انه هاي بصمه الاصبع رح نتعرض لها كثير، موجوده بكل مكان بالبيت. ها الله يستر. ترى بصمه اصبع جديده، ها مو مثل السرقات الماضيه. انا ما اكتفيت هنا صراحه، بدور اكير اذا في اشياء ممكن استفيد منها. هنا ما في شيء، هنا المكتب تبعه صراحه ما اشوف شيء مميز. بروح على الكاميرا اللي بعدها، بحاول اراقب شو اشياء مميز هيك الاقي. اوه ذهب. واو ذهب شباب، لا ذهب لا انا ذهب. ليتس جو. ايش معه كمان؟ بحاول اراقب اكثر. يا جماعه هذا كله بحطه هيك بمكان ما بمخي عشان اتذكر وارجع للمكان بعدين. وده كمان فلوس ولا كمان فلوس، كل المكان فلوس يا حبيبي. ويسجل الشباب، يسجل الاماكن اللي جالس احفظ له هي انا. هنا كمان او ماي جاد. اوه يضيفها كلها يا شباب، كلها يضيفها. هنا معنا باب، باب شو هذا ما اعرف، بس ما في بصمه بالموضوع. هذا الباب الشمالي مكتوب. هي الدخله من هنا، بصمة كمان. اوكي مفتوح هنا، يمديني اهرب من هنا. اوكي كويس كثير، هي الثغرة كثير حلوة يا جماعة. من الباب الخارجي مفتوح من هنا، ما في داعي للباب لأنه أكيد رح يسكروا الأبواب كلها. اوكي شباب طلب مني أروح حاليا هنا وأراقب هي الأماكن، إذا في شيء مهم ممكن أحصله يعني، لأنه من هنا رح تبدأ العملية السرقة خبرني. لذلك أبشر لعيونك بروح بشوف المكان. يلا ليتس جو. هم هنا في كاميرا، هنا الكاميرا كشفتني. هي كويس رجعني على المكان، رجعني أقرب لسه بالعكس. أوي ماي جاد. كنت بس اشوف المكان يا اخي، ما سويت شيء، خلاص اتركوني بحالي. سمي فوتوغراف. فوتوغراف ايش هلا وقتك؟ واتر واي. هي هي اوكي اوكي، طريق البحر. بده صوره عن مكان البحر هنا، ابلع. خذ. وخذ. تم، ارسلت له الصوره. فوتوغراف ريسيفد. اوكي، لازم اناظر حاليا بالاماكن المحطوط له هي، لازم الاقي كاش وحشيش ومخدرات وذهب ولوحات ممكن نبيعها ونسرقها بطريقنا يعني، عرفتوا؟ فلذلك بروح على هذا المكان حاليا. اوه طبعا كاش، كاش يا حبيبي كاش، كاش ابلع. هاي كاش خذ. كوكايين او ماي جاد، مو بس فلوس، كوكايين كمان ناخذ من هنا. شباب يخبرني الان انه اذا جيت لحتى اسرق لا انسى هذا المكان حصرا، اجي اخذ هاي الحشيش الموجود هنا كمان. اوه ماي جاد، بس لازم القى مكان عشان اكسر، لازم القى شيء عشان اكسر فيها هي القفل يعني من هنا. هنا هنا ايش اللي هنا؟ هنا مفك. اما لا ارجوك، كنت باخذ له صوره والله. كنت باخذ له صوره يا لعن حظي. لا اله الا الله يا شباب، كم مره لكم كنت اخذ لفه حول المكان يا اخي، كم مره؟ خذ هي الصورة ها، عسى هي رح تبقى مكانها يعني من هون لوقتها، ما علينا. اوكي يا جماعة الآن لازم اللي حاليا خبرني، يمديك تكمل بحث بهي الجزيرة وهي الأمور يعني، ممكن تلاقي أشياء أكثر، ولكن ما حط لي أماكن، فأتوقع إني رح أتعقد كثير، رح أروح أصور أشياء مال أم داعي، فرح أستفسر عنها هي بعدين يعني، رح أشوف وين الأماكن تبعهم، لازم أصورهم عشان يساعدوني بعملية السرقة. الآن طالب مني أروح على هي المكان هنا عشان أكمل الحفلة، وخبرني شيء جدا مهم، قال لي متى ما حبيت ترجع للمكان، أهلاً وسهلاً، المكان دائم الحفلة مطول كثير يعني، فمتى ما حبيت ترجع يمديك ترجع للمكان. فيلا ليتس جو. والله شكرا، بحاول اكلم الطيار هنا لو سمحت رجعني على لوس سانتوس رجاء. هذا الطيار الخاص يا شباب بعرفكم عليه. فلنحلق ونرجع الى لوس سانتوس. والله لأرجع لهنا يا جماعه وبحماس اكثر، وانا اوريكم اذا ما اخذنا كل شيء منهم. انا هاي الطيار ما يعطوني هديه كمان بطريقهم؟ اح بس نزلوني هنا خلاص كل شيء تمام.
يا سلام على الصف الاسطوري، يا سلام. ماذا يتبقى لنا من عمليات؟ اكسبت يا حبيبي. اوكي، هاي هي الجزيرة. واو يا جماعة، واو والله واو. هنا مكان خروج. طبعا المبلغ اذا كان بس ملفات بدينا نطلع فيه بمليون ومية، ولكن اذا كان الهدف الثاني مليون وميتين. نشوف هنا كمان معانا الباوند. اوكي، هذا اللي انا اكتشفتهم اتوقع. اي والله شباب، هاي اللي انا مكتشفهم. شوف، 5 من 6 مكتشف انا من هاد. اسكيب بوينت 3 من 4 مكتشف انا. تمام يا شباب، انا خلاص هنا راح انهي الحلقة معانا. انا جدا استمتعت والله، ومتحمس جدا للحلقة الجاية عشان نجهز. والسرقة اشم ريحتها من الان، قريبة جدا. اتمنى انكم استمتعتوا بمقطعنا لليوم. يعني كان معكم محمود من قناة ممكالو. انتظرونا بحلقة قادمة من سرقة الجزيرة. السلام عليكم.